انا من الناس قبل يومين حجزوني، رحت خذاني لغايه تشتغل عد عرب، انا اشتغل بها دفع. اي حجزنا بالشارع. ليش حجزك؟ يقول لي ممنوع لا تشتغل هنا، روح غير مكان اشتغل، لا تشتغل لا باب المراد لا باب القبله. زين اخذاني للمركز، يقول لي الضابط تعطينا 50,000 لو خليك اسبوع. هنا أنا... لا حبيبي لا. حجيني دقيقه بس حبيبي دقيقه يلا. انا قبل يومين محجوز محجوز. ومن حجزك بيا مكان؟ بالكاظميه الشرطه يقول لك ممنوع تشتغل. الاتحاديه لو لا. فوج الطوارئ؟ لا فوج الطوارئ. فوج الطوارئ يقل... فوج الطوارئ هنا الناس حجزوك؟ لا باب المراد حجزوك. اي قال لي ما تشتغل روح. قال لك تعطيني شنو ايش قد؟ يقول مو ذولا، يقول لي حولاني للمركز. الضابط يقول لي تعطينا 50,000 لو اخليك اسبوعنا بالمركز حتى صعدك للقاضي. اي من تصعد للقاضي يقول لك شنو انت هاي؟ قال لي انا قال لي باع متجول. اخوي خلي يكمل. قلت له باع، قلت له خلي يكمل، خلي يكمل اخوي خلي يكمل. انا قبل يومين طالع من السجن. خلي يحكي الحق. قبل يومين ما جيت اشتغل انا ما قلت الكل، قلت البعض. يعني كل اسبوع يجونا ياخذوا لهم وجبه. دقيقه بس ايش اسمك؟